هاي، من المعروف أنه تلت حياتنا بنقضيه نحن ونايمين، ومن المعروف كمان أنه كتار من العالم عندها مشاكل بالنوم، ما بيقدروا يناموا بشكل متواصل. بدي أنصح كل اللي عم يمرق بهيدي المشكلة يتأكد من الأنرجي الموجودة بأوضة النوم، وينتبه أنه تكون عم تغذيه بدل ما تكون عم تأذيه. نصيحتي لليوم تتعلق بالتخت. انتبهوا ما يكون التخت موجود تحت الشباك دغري، وإلا عن جد رح تعانوا من مشاكل بالنوم. ما تنسوا تعملوا شير لهذا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من العالم يستفيدوا منه، وانتروني أنا سارة بفيديو جديد وبنصيحة جديدة.